تذوق للموسيقى العربية من الإسكندرية. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع فنان كبير من كبار فناني مدينة الإسكندرية وكبار فناني جمهورية مصر العربية، الفنان الأستاذ أسامة رؤوف. أهلا بيك يا فندم. النهاردة بيكرم كبار فناني إسكندرية فريق كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، وبيشرفوا إن يكون معانا فنان كبير زي حضرتك. الله يخليك. أنا سعيد طبعا بهذا اللقاء الجميل، كان مفاجأة جميلة بالنسبة لي. حضرتك لما وجهت لك الدعوة من الأستاذ محمود أبو زيد لحضور هذا التكريم، كان شعور حضرتك إيه؟ الحقيقة فرحان جدا، فرحت جدا طبعا، يعني دي فرصة يعني من أهم الفرص للفنان تخرج ويفكر الناس فيها. فكر الجمهور بأسامة رؤوف. لا هو ما حدش ينسى حضرتك طبعا، حضرتك من الرعيل الرائع لمدينه الاسكندريه، كبار فناني مدينه الاسكندريه. استاذ أسامة رؤوف ده اسم طبعا يمكن من الاسامي اللي اتبنت عليها اذاعه اسكندريه من ايام الاستاذ حافظ عبد الله. بس الواحد بيصعب عليه عدم تكرار الاسم يعني، واذاعه الاغاني دي بتعمل نوع من الشغل. تمام. انما لو ما بتذيعش خالص يحصل اسيان شويه. لا بس بتاع اسكندريه بتسيع لحضرتك اغاني كتير وانا بسمعها. يعني انا بسمعها كتير يعني. حضرتك حضرت البروفات اللي عملها الفريق النهارده. في حد من المطربين هيغني لحضرتك النهارده حاجه؟ ولا حضرتك هتغني بنفسك؟ انا هغني غنى بتاع فريق الفيروز. تمام. اللي هي عبد السلام امين ولحن استاذ محمد امين. تمام. حضرتك كنت غنيتها امتى؟ دي غنيت في سنه 86. 86 نادي الجلال في القاهرة. تمام. وكان الرئيس كان موجود مصري مبارك و لا كانت يعني أخذت نجاح كامل. تمام. اللي تلامح زميل في حضرتك مستمر في الغناء ما توقفتش؟ لو ربنا هذا لا ما توقفتش والله. بس هو حاليا ما فيش نشاط يعني. ما فيش نشاط يعني، حضرتك بتدور على الكلمة الجميلة واللحن الجميل. بالظبط. وهو ده اللي بيشد حضرتك لأنك تأديها وتغني الأغنية. ده اللي بتمناه يعني. حضرتك طبعا يعني لازم تحافظ على اسمك والاسم الكبير بتاع الاستاذ أسامة رؤوف. والله بتمنى يعني. ان شاء الله يعني. حضرتك حضرت البروفات مع الفريق، راي حضرتك في الفريق ايه؟ لا الحقيقه من حيث الاصوات، طب بنتكلم من حيث الاصوات. يعني هو طبعا الفريق متكامل وحاسس بالمسؤوليه الكامله يعني، وكورال جميل. حضرتك حاسس ان في اصوات اصوات ممكن تصل الى النجوميه في يوم من الايام؟ في كذا كذا صوت. اه يعني حضرتك مساحهم على الانفراد هيبان اكتر. ايوه هيبان امكانيات اكتر. هو اكيد طبعا الجمهور عارف المطربين بتوعنا كلهم اللي موجودين وقادر يقدر يعرف مين منهم. طبعا طبعا. طب حضرتك رايك ايه في التدريب اللي بيتدربوه والمجهود اللي بيبذلوا معاهم الاستاذ محمود؟ الحقيقه مجهود جامد جدا. الاستاذ محمود يعني ما بيفوتش اي حاجه يعني، دقيق في معاملته جدا. طيب. طب نتكلم الاول على بدايات حضرتك يا فندم، البدايات الاولانيه مع اذاعه اسكندريه في الستينات بقى. اتفضل. كان اول بدايه ما كنت في برنامج الجواب الاستاذ حافظ عبد السلام، فبعت لي قال لازم تيجي تسجل اول لحن فروح للاستاذ محمد غنيم هو ده اللي متبني الاصوات الجديده يعني. الراجل رحب بيا جدا ولقاني صوتي قريب منه يعني. وكان اول لحن للاذاعه كان من ترحيب سمع اسمه مولود شط فكان بتاع الاسكندريه. حضرتك فاكر الاغنيه اللي هي اللي كسرت الدنيا وحطت حضرتك على سر الشهره أحلى همسة. فاكر حضرتك المؤلف اللي دي تأليف أستاذ عبد المنعم كاسم. أستاذ عبد المنعم كاسم. كاسم. وتلحين أستاذ محمد غنيم. في غنوة تانية اسمها على شجر التفاح. دي بقى من تلحيني ما شاء الله. يعني حضرتك كمان كنت بتلحن. بالظبط. تمام يا فندم. تمام. يعني احنا النهارده نتمنى ان التكريم يعني يعجب حضرتك النهارده وحضرتك وسام على صدر مدينه الاسكندريه بحالها. انا سعيد جدا معاكم. الله يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا.
والقصير.